الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، الدرس 18، أمة الخير. أمة الخير، عنوان درسنا اليوم هو أمة الخير. كلمة أمة اسم أعزائي الطلبة، وهو اسم مفرد، والجمع أمم، والأمة قيل هي الجيل، وهم جماعة من الناس تجمعهم روابط تاريخية مشتركة، منها ما هو لغوي أو ديني أو اقتصادي، ولهم أهداف مشتركة في العقيدة أو السياسة أو في الاقتصاد. فالأمة مجموعة من الناس كما ذكرنا يجمعهم شيء واحد. وأما الخير، كلمة الخير الخير نقيض الشر، ومعناه النفع أو السعادة أو الكرم أو الجود. والخير اسم تفضيل، والجمع منه أخيار. أمة الخير، يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن إن شاء الله نحن أمة الخير. لماذا؟ لأننا نفعل الخير، كما قال تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. وكما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن إن شاء الله أمة الخير، والخير في هذه الأمة باق إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعزائي الطلبة جعل من أعظم مسؤوليات هذه الأمة فعل الخيرات، مهما كان هذا الخير، سواء كان هذا الخير يتعلق بجهد بدني أو جهد مالي أو جهد مركب بدني أو مالي. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذا خير، أن تميط الأذى عن الطريق. ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبائي، أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة جدا. فلو ضربنا مثالا، لو كان هناك أناس يصلون في مسجد آلاف في مسجد واحد، وهذا المسجد له باب واحد، وأرادوا أن يخرجوا، لا شك أنه سيكون في خروجهم مشقة. ولكن عندما يكون لهذا المسجد عدة أبواب، بإذن الله عز وجل ستكون هذه أبواب خير، وسيخرجون من هذا المسجد بكل يسر وسهولة بإذن الله عز وجل. لذلك أبواب الخير كثيرة، منها ما يتعلق بالإنسان نفسه، هذه أولا، ومنها ما يعود بالخير على المجتمع والوطن، ومنها ما يعود على البشرية جمعاء. فمن أبواب الخير أعزائي الطلبة، فمن أبواب الخير أحبائي وأعزائي الطلبة التي تتعلق بالإنسان، ما يفعله الإنسان طلبا لرضا الله عز وجل، وطمعا في نيل الأجر والثواب، كفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي. الصلاة، هذا باب من أبواب الخير التي تتعلق بالإنسان نفسه. الصلاة، أنت عندما تصلي يا أخي الطالب، أنت تنفع نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة واجبة عليك وستسأل عنها. إذا لم تصلي وتؤدي هذه الصلاة على وقتها، سيحاسبك الله عز وجل على هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصيام، هذا مثل ثاني، والزكاة، والحج، وبر الوالدين، وصلاة النافلة. هذه أمثلة أعزائي الطلبة على أبواب الخير التي تتعلق بالإنسان نفسه. وأما النوع الثاني من أبواب الخير، وهو الذي يعود بالخير على المجتمع والوطن جميعا، من ذلك صلة الأرحام. عندما تصل أرحامك، أعمامك، أخوالك، أخواتك، جيرانك، هذه عندما يعود فيها النفع على المجتمع والوطن كله. ثم الإحسان إلى الجار، والله عز وجل وصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار عظيم عند الله عز وجل. وعندما نحسن إلى جيراننا، هذا خير يعود فيه، يعود بالنفع على المجتمع والوطن كله بإذن الله عز وجل. ثم الابتسامة الطيبة، وكهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبتسم، وأنه كان دائما وجهه بشر، يبتسم بوجوه الناس. فعندما تبتسم في وجه الناس
هذه صدقة وهذا خير يعود بالنفع على المجتمع الوطن كذلك. وكذلك الصدقة مهما كانت هذه الصدقة بالمال أو غيره، ثم إماطة الطريق عن الأذى، ثم إماطة الأذى عن الطريق، والمحافظة على المرافق العامة. عندما تحافظ على المرافق العامة سواء كانت في المدرسة أو في المسجد أو في أي مكان عام في الشارع، هذا خير يعود على المجتمع والوطن. عندما تحافظ على المقعد في المدرسة الذي تجلس عليه، هذا المقعد أو على اللوح الذي يكتب عليه، هذا خير وهذا يعود نفعه على المجتمع والوطن. ثم نشر العلم، عندما تتعلم شيء وتنشره سواء كان بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، هذا خير يعود على المجتمع والوطن نفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. والوقف وغير ذلك من الأمور التي تعود بالخير على الإنسان وعلى المجتمع والوطن. هنا أقترح وأبادر عملا يعود بالخير والنفع على مجتمعي، وأبادر إلى تنفيذه مع زملائي بإشراف معلمي. يعني لو قلنا نعمل حملة نظافة في مرافق المدرسة، أو حملة في الشارع الذي تسكن فيه أو في الحي، هذا عمل خير يعود إن شاء الله نفعه على المجتمع وعلى الوطن. ثم من أبواب الخير التي تعود بالخير على البشرية الجمعاء تبليغ رسالة الإسلام وهديه. فنحن أعزائي الطلبة أمة أمر معروف ونهي عن منكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. علينا أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى هذا الدين العظيم، أن نهدي الناس كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ثم مساعدة الضعفاء والمظلومين والمنكوبين. إذا ذكرنا أولا تبليغ رسالة الإسلام، ثانيا مساعدة الضعفاء والمظلومين والمنكوبين، ثالثا دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم من الحق، ثم رابعا نقول نشر قيم المحبة والاحترام والتقدير والتعايش. فالله عز وجل جعل من أفضل الأعمال عنده هذه الأعمال التي تعود بالنفع على البشرية الجمعاء، وهي الأعمال التي ذكرناها. وإن دل على ذلك فإنما يدل عليه قول النبي، قوله سبحانه وتعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله عز وجل جعل لمن يقوم بهذا العمل الذي يعود على البشرية بالخير والنفع على البشرية الجمعاء، جعل له أجر عظيم. كما ذكرنا قبل قليل قول النبي لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحمر النعم، ما هي حمر النعم؟ هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. وعلى ماذا يؤكد هذا الحديث قول النبي لعلي؟ هذا ماذا على ماذا يؤكد أعزائي الطلبة؟ يؤكد على أمور عدة، منها حرص الإسلام على هداية الناس وحثهم على ما يعود عليهم بالخير والنفع في الدنيا والآخرة. ثم هذا الحديث يؤكد على أن يبتعد الإنسان عن إيذاء الناس أو التعدي عليهم بأي صورة من الصور. وهنا نقول أعزائي الطلبة طلاب الصف الثامن: لماذا ندعو للخير يا أستاذ؟ ما الفائدة من دعوة الخير؟ لماذا ندعو الناس إلى الخير بشتى أنواعه وشتى أبوابه؟ لماذا ندعو الناس إلى الخير؟ وما النتيجة عندما ندعو الناس إلى الخير؟ أقول هناك أهمية كبيرة لدعوة الخير، منها أن هذه الدعوة لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هذه أول. ثم هذه الدعوة لها أثرها البالغ في نفوس الناس، والله عز وجل أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن دل على ذلك فإنما يدل عليه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بالنبي في دعوته الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم من أهمية هذه الدعوة أو من نتائجها أو أثر دعوة الخير، أن المسلم إذا التزم بقيم الخير في حياته وأعماله سيكون له أثر كبير في أن يكون هذا الإنسان قدوة للآخرين، يقنعهم بقيامه وأخلاقه بالحسنى دون إكراه أو إلزام، بل يكون منهجه منهج رفق ورحمة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبه الله عز وجل وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعلينا أن نكون رحماء بالناس في تعاملنا معهم جميعا، حتى ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. هنا أفكر وأحاول أعزائي الطلبة كيف أستثمر وسائل التكنولوجيا الحديثة في حث الناس على فعل الخير، يعني عن طريق الهاتف، الجوال، عن طريق الواتس. لو كل يوم نشرنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير آية، هذا طرق من طريق الخير التي حثنا عليها الإسلام.
ثم ثانيا أفكر في مبادرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين، خاصة في هذا أو في هذه الأيام التي نعيش انتشار الوباء، مساعدة الفقراء بأن نعمل طرود خير ونوزعها على الفقراء والمحتاجين، فهذا باب من أبواب الخير الذي حثنا عليه الله سبحانه وتعالى. أحرص على فعل الخيرات وعلى حب الخير للناس جميعا ودعوتهم إليه، ثم أمتثل ما أو طبق على نفسي ما أقول للناس من أعمال وأقوال. هناك أسئلة في نهاية الدرس أعزائي الطلبة، نذكر منها مثلا السؤال الأول: أستنتج 3 آثار لفعل الخيرات تعود على الفرد والمجتمع، على الفرد والمجتمع. نقول نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة بالأجر والثواب، هذه أولا نيل رضا الله والفوز بالأجر والثواب، ثم ثانيا صلة الأرحام، وثالثا الإحسان إلى الجار. علي ما يلي: يجب أن يكون الداعي إلى الخير قدوة لغيره، لماذا؟ لما له من أثر بالغ في نفوس الآخرين. هذا هو الجواب، لما له من أثر بالغ في نفوس الآخرين. السؤال الثالث: بين الآثار الإيجابية المترتبة على التزام مسلم بقيم الخير في تعامله مع الآخرين. الجواب: يكون قدوة للآخرين، يقنعهم بقيمه وأخلاقه بالحسنى من دون إكراه أو إلزام. أستخرج من النصوص الشرعية الآتية فضل حث الناس على فعل الخيرات. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الجواب: تبليغ الرسالة، تبليغ رسالة الإسلام وهديه للناس وإرشادهم للحق دون إكراه. ب: قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجواب هنا دعوة أو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الجواب: حرص الإسلام على هداية الناس وحثهم على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. الجواب هنا: يغفر الله سبحانه وتعالى للإنسان بسبب إماطة الأذى عن الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه إلى درس آخر.